السلام عليكم ورحمة الله. في بداية هذا الفيديو أريد أن أوجه كلمة إلى الشيخ الفاضل. جزاك الله خيرا أيها الشيخ الفاضل، لأنك كنت سببا في هداية الكثير من أهل الشيعة وإخراجهم من دين الشرك والضلال. أخي الحبيب، أنت في بث مباشر. وعليكم السلام، شلونك شيخ؟ أخبارك؟ الحمد لله. أنت في بث مباشر الآن، تحب أن تتحدث معنا؟ نعم يا شيخ، اتفضل أخبرنا عن قصتك. يعني أنا لسه شايف رسالتك الآن فقلت اتصلت عليك. والله تفضل، تسمعني حبيبي؟ نعم يا شيخ، اتفضل اتفضل نستمع إليك. أنت قلت لي أنك شيعي مهتدي. نعم يا شيخ، أنا شيعي من سوريا. نعم. مقيم في تركيا. نعم. أنا يا شيخ بحياتي كلها، يعني أهلي شيعة وكلهم بحياتي كلها، أهلي يروحون لكربلاء ويزحفون، وأنا عمري كله عمري 32 سنة. نعم. عمري ما لطمت. الحمد لله، ما شاء الله. ولا زحفت. ما شاء الله. ولا سبيت صحابة، ولا سبيت أم المؤمنين عائشة. وأنا يا شيخ استمعت لمراجع الشيعة كلش يسبون ويشتمون، حتى ينسبون يسوالف أن يعني عوام العالم، عوام الناس ما يذكرون وينسبوها للإمام علي رضوان الله عليه. نعم. فأنا يا شيخ أنا يعني علي إثم، علي شيء؟ لا يا حبيبي، والله إن شاء الله، بل أنت اخترق الله تبارك وتعالى من كل هذه البيئة المظلمة ليضيء قلبك بالإيمان. فأنت بالعكس، أنت تسجد لله شكر إن ربنا اختارك. بالعكس، يعني اختارك الله تبارك وتعالى إنك كنت عاقل حتى وأنت شيعي، فلم تلطم ولم تلعن ولم تسب ولم تفعل هذه النبقات. تواصل معي. الحمد لله، ولا اتبعت مرجع والله. الحمد لله يا حبيبي. يا شيخ أنا خايف، أنا يا شيخ كل يوم عض الصوابع ندم إني كنت شيعي. لا يا حبيبي، والله بالعكس، يعني أقول لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا أثنى عليهم في آيات كثيرة، كان منهم كفار، كانوا على الكفر، كانوا يعبدون الأصنام. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أضاء بهم الدنيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا نور في نشر الدين. فبالعكس، أنت بالعكس، يعني اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبل. فأنت كل السيئات دي إن شاء الله يبدلها الله تبارك وتعالى حسنات، إن شاء الله. مع أنك ما كنت شيء، لكن أنا أنصحك بعدة نصائح. يعني عليك بأفضل صديق لك وأفضل صاحب لك، وهو القرآن الكريم. عليك بالقرآن الكريم. الحمد لله، الحمد لله يا شيخ، أنا من كنت شيعي الحمد لله حافظ من القرآن، حافظ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة، يعني أغلب الصور حافظها. يعني حتى أنا بالتيك توك أنشر القرآن بصوتي، أنا أقرأ قرآن بصوتي. ما شاء الله. طيب يا حبيبي، أنا سأرسل لك رقمي الخاص، وإن شاء الله يكون بيننا تواصل حتى في مراجعة القرآن وفي أحكام الوضوء والصلاة. إن شاء الله أرسل لك، وإن كنت أنت لوحدك بعيد عن عائلتك فإن شاء الله نكون أنا وأنت إخوة وأصدقاء، وأنا أتشرف بذلك. أنا يا شيخ مقيم بتركيا الحالي، أهلي بسوريا. إن شاء الله. حالي مقيم بتركيا من 11 سنة. إن شاء الله أنا يعني أخوك، لو احتجت أي شيء إن شاء الله في تواصل بيننا بإذن الله تبارك وتعالى، وأرسل لك رقم الخاص. بارك الله، جزاك الله خير يا حبيبي، ساعدنا. متابعي الكرام، في انتظار تعليقاتكم وتفاعلكم، لا يسعني إلا أن أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.